Welcome to my phonetics workshop, and in today's video we're gonna go over the R dissimilation in American English. Let's start. وتعالوا لي بقى جوه عشان عاوزكم في كلمه سريعه على السريع كده هنخلصها بسرعه. يلا بينا. النقطه والتباع اللي انا هتكلمك فيها النهارده ما حدش اتكلم فيها قبل كده ولا حد هيتكلم فيها بعد كده. هقولها لك النهارده مش عشان بس انا برنس انا مغرور جدا تمام، بس عشان كمان النقطه دي هتساعدك جدا في النطق. وفي كلمات من اللي احنا هناخدها النهارده انت كنت بتعاني وبتنطقها قبل كده، بعد التبان اللي هديها لك ديت هتنطقها بطريقه اسهل كتير جدا جدا جدا. R dissimilation في الانجليش يعني ان احنا نشيل الار. في ناس بقى كتير من اللي عندهم فكره عن الانجليش فاكرين الار dissimilation دي بتتشال بس في البريتش انجليش، فبنقول فاضه مادا. الار كمان بتتشال في الامريكان انجليش. هنشرح مع بعض امتى او هنقول امتى. اغلب الكلمات اللي انا هتكلم فيها النهارده هي كلمات في الامريكان انجليش وفيها اكتر من ار تمام؟ يا اما ار يبقى موجوده في الاول وار ثانيه في النص، او يبقى اما في ار في اخر الكلام وار ثانيه في النص، او يبقى في ار واي في اخر الكلام وار ثانيه في النص. الار في النص ديت هي اللي دايما هتتشال. هناخد كلمات مع بعض كنا بنعاني في ان احنا ننطقها زمان لان كنا بنحاول ننطق كل ار، ودلوقتي هتبقى اسهل بكتير. خلينا نبتدي الاول مع شويه كلمات من اللي فيهم ار واي في الاخر وفي ار في النص. كلمة سكرتيريا او سكرتيرا سيكرتيري، انت الار واي في الاخر ما تنطقش الار في النص. طيب كلمة تانية برضو فيها ار واي وفيها ار في النص، adversary adversary ما تنطقش اول ار، انت الار واي في الاخر، يعني منافس او منازع. تالت كلمة library 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 ما تنطقش الار تاني اللي في النص، انت الار واي في الاخر. كلمات تانية زي كلمة governor، هنا في ار في الاخر خالص يبقى هنشيل الار اللي في النص، حاكم governor. كلمة تانية فيها الار في الاول وفي ار في النص، بنسيب طبعا الار اللي في الاول اكيد وبنحذف الار اللي في النص. كلمة حجز في الانجليش ما بنقولش reservation بنقول reservation، اسهل بكتير reservation reservation reservation. في كلمات بقى كتير في الانجليش بيبقى فيها كذا ار، زي مثلا surprise surprise. الكومن على فكره pronunciation احنا نشيل الار، surprise مش surprise. كمان لما بنشوف كلمه فيها ار دي وفي ار في الاخر، زي امر في الانجليش order it's my order sir order، او ordinary ordinary. كلمات غيرها كتير انا مش عاوز ازود، انا قلت لك الفكره سريعا تحت الفيديو على طول في فايل في كلمات كتير في الانجليش او كلمه بيبقى فيها 2 ار's واحده ار منهم ما بتتقالش، وده برضو American English.